السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ كومون سافا، عاملين ايه؟ النهاردة هنكمل شرحنا للوحدة التانية اللي هي بعنوان لو كليب ديز ارتيست، نادي الفنانين. هنشرح فيها جزئية مهمة جدا هتكمل معانا لسنة تالتة ان شاء الله، وهي بعنوان لو فيرب دو بريمييه جروب، افعال المجموعة الاولى. افعال المجموعة الاولى وهي كل الافعال المنتهية بالـ-ER، زي فعل étudier، regarder، adorer، manger، chanter. الافعال قدامنا اهي، رغم اختلاف معانيها الا انها كلها منتهي بالايه؟ بالـ-ER. الافعال دي تعتبر كده في صيغة المصدر، لانها هنا فعل زي étudier مش محدد لي مين اللي ذاكر. طب ذاكر مع مين؟ طب ذاكر فين؟ مش محدد لي، فبستخدمهاش الا في حالات معينه. طيب عشان استخدمها هعمل ايه؟ هتعمل خطوتين صغيرين جدا، ايه هما؟ تعالوا نشوفهم. يلا، عشان اصرف فعل من افعال المجموعه الاولى محتاجه ان انا اعمل خطوتين. اول حاجه هحذف النهايه اللي هي الـ-ER اللي في الاخر. طب بعد ما نحذفها هنسيبها كده؟ لا، هقول لك بقى، نحط نهايات جديدة. طب النهايات الجديدة دي بتختلف من ضمير لضمير ولا متشابهة مثلا؟ تعالوا نشوف النهايات بتاعتنا شكلها ازاي. مع جو انا هحط أ، مع تي هحط أ أس. طب مع الإيل والال زي ما اتعودنا فيرب اتر وافوار كانوا بياخدوا حاجه واحده، وهنا برضو مع بعض في كل حاجه، فهي هياخدوا نهايه واحده اللي هي ا. انه هنحط النهايه او ان اس. طب الفو ا زد. الايل افيك اس والال افيك اس، الجمع خلي بالك، هنا الجمع مش المفرد. هنحط بقى النهاية بتاعتهم مختلفة اللي هي أ أن تي. وكده تعرفنا على النهايات بتاعتنا وعرفنا ممكن أصرف فعل مجموعة أولى إزاي. تعالوا نجرب مع فعل كده. تعالوا نصرف الفعل اللي قدامنا وهو ريجاردي، وعرفت منين إن الفعل ده مجموعة أولى؟ برافو عليكم، لأن النهاية أ أر. فعشان أصرفه برافو عليكم هعمل حاجتين، إيه هما؟ أحذف الأ أر واللي هيبقى من الفعل ريجارد بس. هبدأ بقى أحط مع كل ضمير النهايات الجديدة، يعني مع جو هحط النهاية ايه اللي بقى من الفعل كتبته الأول، والنهاية افتكروا مع بعض معايا النهاية كانت اه، يبقى جو ريجارد أنا أشاهد. مع تشي ها أدي بقى من الفعل النهاية كانت ايه؟ برافو عليكم، اه أس، تشي ريجارد أنت تشاهد. الإيل والال كان النهاية واحدة، فكالعادة احط اللي بقى من الفعل واحط النهاية الجديدة، كانت النهاية ايه؟ أ. إيل ريجارد، ال ريجارد. طيب مع النو ها اللي بقى من الفعل هكتبه، والنهاية الجديدة بتاعتنا كانت ايه؟ او ان اس، نو ريجاردو. طب والفو؟ فو ريجاردي، وزد برافو عليكم على الفو. الإيل افيك اس والال افيك اس النهاية بتاعتهم اللي بقى من الفعل الأول، برافو ريجاردي اهي اللي بقى من الفعل، وحط النهاية الجديدة اللي هي او ان تي، إيل ريجارد ال ريجارد. وبكده صرفنا فعل من أفعال المجموعة الأولى. تعالوا نعمل جملتين على أفعال تانية. تعالوا نصرف الفعل اللي قدامنا مع الجو، فالجملة هنقولها ايه؟ هقول جو جو او فوتبول، انا العب كرة القدم. الجو النهاية معاها في الفعل ايه؟ او. تمام، تعالوا نشوف نفس الفعل بس مع الفو، نقول الجملة ايه؟ ها اعملها مع نفسك كده، ها وخلي بالك من النهاية. فهنقول فو جوي او فوتبول، انتم تلعبون كرة القدم. الفو النهاية معاه ايه؟ او زد. فعل
تعالوا نشوف الصورة اللي معانا وهي عن ليلى. ليلى بتعمل ايه في الصورة؟ ها ريجارد، فهنقول ليلى ريجارد لو فيلم، خلي بالك من النهاية. طب ليه ليلى خدت النهاية ايه مع الفعل؟ لان ليلى برافو عليكم بتتصرف مع قال، وقال النهاية معاها ايه. نفس الفعل بس مع ميزامي، فهقول الجملة ميزامي ريجارد لو فيلم. ميزامي اللي خدت النهاية ا انتي، لان ميزامي بتتصرف مع الايل افيك اس هم، وهم بتاخد النهاية ا انتي. اتمنى نكون استفدنا من الفيديو. اورفوار.